السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين يا جماعة، منورين الدكانة. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا من دول شوية ضغوطات كده، مش هنقول مشاكل يعني، عندنا بفضل الله كده بنستلم موقع جديد، فما خبيش عليك الدنيا مضغوطة حبتين. بالإضافة طبعا واحد بياخد شوية كورسات واخد بالك وبيطور نفسه كده في شويه حاجات يعني، بس ف يعني ما اخبيش عليك اليومين دول مضغوطين ضغط عناب. لا حول ولا قوه. الحمد لله رب العالمين. ايوه وبه نستعين. النهارده اطلع اول يوم عامل في هذا الموقع الكئيب. اسكت بقى لو سمحت، اسكت بقى، عايزين نقول كلمه للتاريخ. الموقع بتاعنا الجديد اهو، تمام، لسه اول يوم بنشتغل. معانا طاقم المهندسين المحترمين، مهندس محمد اخويا، مهندس مؤمن اخويا الثاني، و الله المستعان. شايف الراجل اللي فوق ده بيعمل ايه؟ خلع الشباك. بدل ما نقطع خالص في القناه، انا ربنا ييسر الحال نبتدي ايه، نعمل فيديوهات بسيطه كده سريعا. فبيجي الواحد اصلا مهدود، وربنا ييسر الحال الواحد بيعمل ريكورد كل حاجه وبيسجل كل حاجه باذن الله، عشان برضو ايه ما يفوتكوش اي حاجة يعني من اللي بنعملها. مبدئيا السجاد او تركيبات الموكيت اللي احنا عملناها في المسرح يعني. بعد موضوع القشط والكلام ده كله، طبعا ما تقلقش من اي حاجة، ان شاء الله كل ده معمول له ريكورد كويس جدا، وباذن الله نشرحه بالتفصيل، سواء خشب، ارضيات، قشط، دهان، كل ده ان شاء الله جاي باذن الله. الموكيت بالذات في المدرجات والحاجات دي مش عايز اقول لك مقرف جدا يعني، وكمان اعمل لنفسك حساب نسبة هلك محترمة جدا. ده ليه بقى معلم؟ ده عشان خاطر الستبس اللي موجودة، فروق المناسيب، الاركان، ما انتش عايز لحامات كتير حتى بتيجي جنب الاركان. لو في حتة داخلة سكة بارزة، كتف بارز، حتة داخلة، اللي انت عايز الايه، حتة كلها على بعضها، فبتضطر تفصل على المقاس الكبير، وبيطلع معاك كمية هوالك صعبة بصراحة. جوانب الحيطان عندنا زي ما انت شايف جنب الحيطة في حاجات كيرفات، في حاجات بارز وداخل والكلام ده كله، الحاجات دي كلها بتعمل معانا مشاكل في التفصيل يعني، فبنضطر ناخد المقاس الايه الكبير بحيث يعوض معانا الهوالك دي كلها. تحت الموكيت عندنا بنفرش اللباد، بيبقى عندنا طبقة اللباد اللي انت شايفها قدامك دي، وبتتفرد على المسطحات بالكامل، معظم المسطحات الافقية يعني. مادة الغراء فيكس بوند 919، دي مادة غراء محترمة جدا، بتستخدم بقى ايه اللباد، وبنلزق بيها برضو الايه السجاد بتاعنا. من اهم تريكات ان انت عشان ما تبينش المشاكل اللي عندك، ممكن تختار اماكن اللحامات مثلا في مكان يكون تحت كراسي ما يكونش ظاهر، بس حتى لو كان ظاهر عندنا طرق ازاي نخفي اللحام ده ويبقى معمول بطريقه محترمه. احنا طبعا يعني الرولات اللي بتجي لك مثلا بيجي لك حوالي 4 متر في كام، في 20 في 25، زي ما بيجي الرول اللي انت ايه بتكون جايبه. طبعا الرول بيكون مقاوم للحريق ومعالج ضد الحريق والسجاير والكلام ده كله. فبتيجي بقى عايز تبتدي تقسط الشغل بتاعك. احنا الحمد لله بفضل الله شغالين تربيع وتاكيس زي ما شرحنا قبل كده في فيديو التربيع والتاكيس، ومعانا كمان ميزان الليزر بتاعنا اللي احنا بنربع منه الشغل. فابتدينا ناكس الشغل بتاعنا مظبوط، وناخد على اكس الشعاع بتاعنا 4 متر ثم 4 متر ثم 4 متر وهكذا. عايزين نعمل اقل هالك ممكن في موضوع السجاد عشان اللحام ما يبانش. بنعمل تريكايه جميله جدا، في شريط بيبقى فيه الغرة وفي فايبر كده موجود في قلبه زي ما انت شايف قدامك كده. الشريط ده شريط لاصق للسجاد، بتهتم كمان غير موضوع السجاد واتجاه النسيج نفسه، اتجاه الفتله او الوبره بتاعه السجاد نفسه، بتهتم بحاجه ثانيه خطيره جدا، وهي المديول بتاعك. المديول اللي هو النقطة اللي ماشية بتاعتك تفضل ماشية باستمرارية جميلة جدا يعني. انت المفروض وانت بتاخد المقاس بتاعك وبتقسط الشغل، لو الرول بتاعك انتهى في الحتة دي، فانت بتحاول تظبط بداية النقط الناحية التانية عند نفس الخط بالظبط، بحيث يستمر معاك النسيج كأنه واحد. دي حاجة. الحاجة التانية، الشريط اللي بتعمله ده بيتلزق برضو بالمكوة، بيستخدم مكوة، ولازم تكون معاك ايدي ماهرة بصراحة يعني، الناس تكون عارفة بتشتغل ازاي الحاجة ديت، وبتشد الشريط بتاعك وبتمشي عليه بالمكوة وبتبتدي واحدة واحدة معاك، بيسخن الشريط بالغيرة اللي فيه بيبتدي يسيح، وعلى طول بيروح لازق عليه السجاد يمين وشمال. طبعا بيشيل الفتلة الزيادة، بينظف، بيظبط قطعياته بقطر.
بيظبط اللحامات، بيشد الشريط ده ويظبط الوبر عليه، والغيره سخن في سخن كده يبتدي يمشي بيها واحده واحده. بس اهم حاجه زي ما بقول لك بتهتم بالتفصيل، بتهتم بالقص، بتهتم بالهالك والتقسيط اللي انت بتشتغل بيه. ده شغل على ابوه، ده اصل شغل والله ما حدش على فكره مش عايز يقفل في الوصل كده. كلمك بامانه والله مش هرك هو بيقفلها ازاي بقى انت طالع على اليوتيوب ده مرشوخ الوصله معلمه كلها كلها كده مفروض. انا افتكرت في الطريقه نفسها يعني. طبعا لو في عندك اي درج او اي ليد موجود تحت الدرج او اي حاجه لازم بيكون عامل حسابك في التاسيس، زي مثلا ليد عندنا بتاع الدرج ده احنا شادين الكابلات بتاعته من بدري ومتاسسه في الخشب من بدري ومعمول حساب البروفايل بتاع الليد اللي هيبتدي يجي يركب، البروفايل برضو تشد على خط مستقيم حتى لو في اي تعديلات هنتكلم عليها بعدين. الترانسات موجوده في اماكن بره للصيانه، ترانس الليد مثلا بيبقى بيركب الليد على حسب الباور بتاعه الوط بتاعه، الترانس بيشيل كم متر طولي وهكذا. فالحاجات دي كلها برضو خطيره ولازم تعمل حسابك عليها وتعمل حساب اماكن للصيانه، فرضنا الترانس نفسه اتحرق ايه اللي هيحصل، فلازم هتغير الترانس وتعرف توصل له. بعد كده بتطلع السلك من قلب الموكيت وهو شغال بيفصل وبيلزق، وبعد كده تركب عليه البروفايل زي ما انت شايف كده، منه فرمله للدرجه ومنه بيدي اضاءه غير مباشره جميله جدا على السلم وانت طالع. اخر حاجه عايز اتكلم عليها موضوع الشد كويس جدا بعد ما عملت حسابك ولزقت الشريطين في بعض او الموكيت في بعضه او الاستيب في بعضها، بتبتدي تشد بالشدات بتاعه ده، بيثبت على الارض ويدب بركبته عشان يشد النسيج ويفرده معاه ويبقى مفيش حاجه مجعببه ويظبط تحت منه الغيره مظبوط، الاركان كلها لازم يشدها مظبوط وهكذا. احيان كتير بيبقى فيه في اكسسوارات بتيجي في الاركان بتشد عليه الموكيت، لو انت ايه هتنزل بيه كله نسيج واحد في المدرج بالذات والمسطحات الكبيره دي بالذات لو في كسرات وحاجات زي ما انت شايف كده لازم بيتفصل كل درجه لوحدها، عمر ما الرول هينفع ينزل معاك بالذات عشان الكسرات اللي موجوده دي، فاضطرينا نفصل كل استبايه لوحدها، وده طبعا زود نسب الهالك بصوره كبيره جدا بس عشان في اخر تطلع برودكت محترم زي اللي انت شايفه ده. بس واخيرا يا شباب النيل يعني دعواتكم، لسه بدين المشروع جديد اهو، ربنا ييسر الحال ويجعله ادم خير ان شاء الله، وباذن الله مستمرين مع بعض في الحلقات دي باذن الله، نحاول نخليها خفيفه زي ما اتفقنا كده، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.